نرحب في البداية للإطلالة بسرعة على بعض هذه الساحات العربية. نرحب بضيفنا الليلة الدكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية من الدوحة. دكتور الشنقيطي مساء الخير، ونشكرك الانضمام إلينا في هذه الساعة وفي هذه الحلقة الخاصة. سأحاول حقيقة العبور معك على بعض الساحات العربية وبعجالة، ونكتفي بسؤال وحيد على كل ساحة. لو بدأنا بالساحة الموريتانية وأنت ابن موريتانيا، ما الذي ربما يمكن ذكره في عام 2021 من أحداث في موريتانيا؟ حياكم الله وبياكم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. في السنة الفارقة في موريتانيا، هي دولة لا تزال تحكمها حكم عسكري. ربما الحكم العسكري الجديد أكثر نعومة من الحكم العسكري السابق، لكن جوهر الموضوع السياسي لا يزال كما هو. وموريتانيا هي ليست الدولة المركزية في العالم العربي، أنا أشبهها بخيمة الصحراء العربية. فهي الخيمة هذه تتماوج حسب أمواج العواصف العربية القادمة من عواصم ودول أخرى. نعم، هو الرئيس ولد الغزواني لعله حط البارحة في الجزائر، ولا ندري الحقيقة ما هي الملفات التي حملها، هل سيتوسط بين الجزائر والمغرب حتى نحاول اختصار هذه الساحات. هل ترى إمكانية، يعني من حيث طبعا التطورات الأحداث في السنة هذه 2021 في الجزائر والمغرب، هل ترى هناك إمكانية لحلحلة هذه الأزمة المستعصية بين البلدين في قادم الأيام؟ أتمنى ذلك، لكني لست متفائلا. الصراع بين الجزائر والمغرب هو صراع له جذور تاريخية ترجع إلى الخلاف حول الصحراء الغربية، وقبل ذلك الخلاف على الصحراء الشرقية التي هي الآن جزء من الجزائر. فهناك تراكمات تاريخية للأساس تزار من وبقيت، حتى إذا لم تكن مزارة تبقى بالضمائر وتحرك صورة سلبية لدى الطرفين. نعم. متفائلا، واعتقد ان الغزواني لن يكون هو الوسيط الاساسي في هذه القضية الكبرى. لا ترى ان موريتانيا تستطيع ان تتوسط في هذا الملف؟ تستطيع، ولكن قد لا يكون لها تأثير كبير. موريتانيا اصلا هي منطقة تنازع بين النهوض الجزائري والمغربي. صحيح. وهي تسعى ان لا تكون في طرف دولة، لان ذلك يسخط الاخرى. ولذلك زيارة غزواني للجزائر أكيد من المؤكد أنها ستزيد حساسية المغرب، إلا إذا تلتها زيارة المغرب. نعم، هذا هو العرف المعتاد في علاقة موريتانيا بالدولتين. نعم، بالانتقال إلى الملف الجار أيضا، الساحة التونسية، عام الانقلاب بامتياز. هل كنت تتوقع أن الثورة التونسية التي مكنت لنفسها على مدى 10 سنوات أن تحصل فيها هذه الانقلابة؟ وما أهم ما لفت انتباهك ربما من أحداث خلال هذا العام في تونس؟ نعم، لم أكن أستبعد أن تصل موجة الثورة المضادة إلى تونس. تونس ليست منيعة ضد ما حدث في دول أخرى، وأيضا للأسف القوى السياسية التي تولت السلطة بعد الثورة التونسية لم تبني مناعة ذاتية، لا من حيث الإجماع ولا من حيث السيطرة على عمق الدولة التونسية. يعني الجيش ورجال الأعمال وبعض الأطراف التي ذات الارتباط التاريخي بفرنسا ظلت بعيدة إلى حد كبير عن يد الثورة. ولذلك ما حدث في تونس ليس غريبا بالنسبة لي، ولكن أتمنى أن لا يتحول الأمر إلى حكم عسكري مباشر، وهو الآن أقرب بالنسبة لي إلى حكم عسكري مستقر. على كل حال، هو من يدعم الانقلابي قيس سعيد يبدو خفيا إلى حد الساعة، وإن كانت بعض المؤشرات تشير ربما إلى بعض القيادات العسكرية أو الدول المعروفة بطبعها في دعم الانقلابات، كانت في الخليج أو القاهرة أو غيرها. طيب، بالانتقال إلى الساحة، أنا أتمنى طبعا أن الجيش التونسي يحافظ على تقاليده في الابتعاد عن السياسة، ولكن أعتقد هنالك أطراف إقليمية ودولية ربما تريده فعلا أن ينضم إلى جوقة الأحكام العسكرية.
صحيح. نعم، كثيرون قالوا ذلك دكتور الشنقيطي، أن هناك محاولات لجر الجيش التونسي وتوريطه في السياسة ربما لتحقيق مآرب أو ما إلى ذلك. في الساحة الليبية الحقيقة ربما كانت فشل الانتخابات أحد الأحداث المهمة خلال العام الحالي، وأيضا توقف السلاح. هل ترى ليبيا وصلت إلى مستوى معين، على الأقل أنهت دوامة العنف وتنتقل وإن بخطى بطيئة جدا نحو الانتخابات والاستقرار؟ إيجابيا ما حصل في ليبيا من وقف الاقتتال هو تطور مهم ومفيد للشعب الليبي، فلا أحد يربح من الاقتتال بين الإخوة. أما سلبيا فهنالك تراجع فظيع في الرأسمال المعنوي للثورة. حينما نرى مثلا سيف القذافي مترشحا للرئاسة وحفتر مترشحا للرئاسة، هذا يدل على تراجع معنوي خطير في الرأسمال المعنوي الذي انبنت عليه الثورة الليبية. وأعتقد أنه لولا أن الثورة الليبية لا يزالون يمسكون بسلاحهم بأيديهم لكانت الثورة الليبية في خبر ثان. لكن إلى الآن الأوضاع في ليبيا متأرجحة، وأخشى ما أخشى على ليبيا هو صيغة دولية أو صيغة تحت مظلة دولية تعيد إنتاج النظام القديم. طبعا لن يكون النظام القذافي السخط على الغرب، وإنما نظام قذافي موالي للغرب. عموما الثورة الليبية، الوضع في ليبيا لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات. نعم، في الساحتين المصرية والسودانية انقلاب يمكن لنفسه في مصر، طبعا ربما لم يتغير شيء في مصر، الوضع الحقوقي ما زال على حاله في 2021، ويبدو الاهتمام كثيرا بملف سد النهضة تراجع، والسودان أيضا التي انتقلت أو تأرجحت ما بين الثورة والانقلاب، ولا أحد يعلم هل المشهد ثوري بامتياز أم انقلاب بامتياز. ماذا يمكن أن يقال حول هاتين الساحتين؟ السودان هو صراع بين الذين انقلبوا على البشير، استطاع أحد الطرفين أن يستعين بالقوة الاجتماعية التي كانت داعمة للبشير ضد القوة الاجتماعية اليسارية التي احتفت كثيرا بسقوط البشير. وبالتالي هو أعتقد أنه انعكاس في عدة صراعات داخلية في السودان، صراع بين الجيش والقوات الخاصة وانتصر فيه الجيش البرهان على حساب حميتي، صراع للقوى الاجتماعية الإسلامية التي كانت داعمة للبشير ضد اليساريين الذين يمثلهم حمدوك. وأيضا هنا تقدم الإسلاميون بالتحالف مع البرهان ضد حمدوك وجماعة اليسار، ولكن هذا كله لا يعني تحسنا في الوضع السياسي في السودان. حقيقة الوضع السياسي في السودان لا يزال في حالة انسداد وحالة سيولة، شأنه شأن الوضع في المنطقة بشكل عام. المنطقة بشكل عام في حالة انتقال أليم، انتقال سياسي أليم، وأعتقد أن ساحاتها تتشابه كثيرا. نعم، ولا يبدو أن هناك أيضا ما يبشر بخير في الساحة المصرية. الساحة المصرية أصعب وضعا بكثير من الوضع في السودان. السودان حالة سيولة قابلة ل التأرجح في اتجاه معين إيجابي، أما الساحة المصرية فهي تكاد تكون مصمتة. النظام العسكري يترسخ، القوى المعارضة تتآكل، وأفضلها القوى الإسلامية فيها من الانشقاقات والتراجعات ما هو معلوم. نعم، أنا أعتقد أنه الوضع في مصر والوضع في المنطقة بشكل عام يتوقف إلى حد كبير على تحول دولي. نعم، أكثر منه على التحول المحلي الآن. هو الحقيقة دكتور الشنقيطي، نحن ذكرنا هذا منذ قليل، العابر على المنطقة العربية لا يكاد يجد قطر عربي مستقر ربما إلا باستثناء قلة قليلة، وأنا سأعبر بعجالة حتى لا نأخذ من وقتك الكثير. لو مررنا باللبنان نجد أن لبنان سويسرا العرب يتحول إلى أزمات وليس أزمة سياسية مستعصية. الآن الأزمة بأشكال وألوان، سوريا حدث ولا حرج، والآن زاد القصف الإسرائيلي المتكرر من مصائبها. العراق الانتخابات لم تحل المشكلة وما تزال هناك إشكالية حولها، ولم تستطع أن تحسم الأمر فيها إلا المحكمة
الاتحادية، دول الخليج فيها أيضا مشاكل ربما بشكل مختلف. ماذا يمكن القول إجمالا يعني عن هذه الدول العربية التي تبدو بالفعل يعني من سيء إلى أسوأ للأسف؟ الوضع العربي هو لن يعود إلى ما قبل الربيع العربي، لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه. فهو الشعوب العربية أصلا ما زارت حتى امتلأ السد وفاض الكيل وبلغ الصبر حدوده، لذلك من المستحيل أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الربيع العربي. أنا أعتقد أنه نحن في مرحلة تحول سياسي عميق وأليم، أريد له أن يكون أليما، وأريد للشعوب أن تدفع زمنا باهظا وفاتحا، عقوبة لها على كسر القيد، عقوبة لها من المستبدين الذين يحكمونها، وعقوبة لها من القوى الدولية التي تتحكم في المنطقة. مع ذلك لست متشائما لاعتقادي أن الربيع العربي كحركة تحول تاريخي لا يزال في بداياته، وأننا أمام تحول لن يعود إلى الوراء. يبقى التحدي الأساسي هو الزمن والثمن، كم من الزمن سيستمر قبل أن تؤتي هذه التحولات دمارها في شكل أنظمة شرعية مستقرة تعكس مصالح شعوبها، وكم من الزمن ستدفعه المنطقة للوصول إلى ذلك؟ هذا هو السؤال الأكبر، والجواب عليه يتوقف على مستوى الأداء عند الأطراف الطامحة إلى التغيير، وأيضا مستوى التحولات الدولية في هذه المنطقة ذات الأهمية الحساسة، والتي هي اليوم في قلب الصراع حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة. دعني أختم معك بسؤال استشرافي للعام المقبل 2022. كان كثيرون يقولون 2021 ربما قد يحمل المزيد من الديمقراطية في المنطقة العربية والاستقرار، لكن الحقيقة كان صعب للغاية على كل الصعد، السياسية والاقتصادية وغيرها. طبعا كورونا زاد من محن هذه الشعوب. عام 2022 هل تراه سيحمل بعض الأمل لهذه الشعوب؟ طبعا هناك توقعات بأنه قد تلتهب الحرب بين إسرائيل وإيران، هناك بعض القيادات العربية ربما قد يحصل يعني تغيير في قمة هرم السلطة في هذا النظام أو ذاك، لكن إجمالا ماذا يمكن أن نتوقع أو نتخيل في العام المقبل؟ إذا كان لابد أن أخمن، أنا أصلا دائما لا أعول على العام 2022، أنا في الغالب أعول على العام 2025. لماذا؟ لأنه دراسات الحروب الأهلية كل الحروب، توجد دراسات أمريكية عن الحروب الأهلية في القرن العشرين، ومن النتائج الطريفة حول دراسات الحروب الأهلية في القرن العشرين أن معدل الحرب الأهلية في القرن العشرين كان 15 عاما. وأنا منذ سنوات أقول إن الربيع العربي لن يأتي ثماره إلا ابتداء من العام 2025 بعد أن تكتم إلى 15 عاما، لأن الثورة بطبيعتها هي حروب أهلية، والحروب الأهلية أحيانا تأخذ وقتا لكي تظهر معادلة جديدة في الواقع الذي قاد إلى الصراع. أتوقع أن علينا أن نطيل النفس قليلا، وثمار الربيع العربي ستبدأ ابتداء من العام 2025 إذا صدقنا التحليلات الأمريكية، بالذات تحليلات مؤسسة فان لتاريخ الحروب الأهلية في القرن العشرين. نعم. الدكتور محمد مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية، كنت معنا من الدوحة، نشكرك جزيل الشكر، وكل عام وأنت بألف خير.